التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة اليوم بورغ براندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي. بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون والشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى وآخر المستجدات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والتحديات التنموية التي تواجه العالم نتيجة العديد من الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.